مو غريب ابدا انك تشوف عشاق شخصيات الانمي من الشباب وهم يتنافسون في اظهار جميع التفاصيل وباحترافيه شديده لشخصيات الانمي والالعاب اللي اصبح لها جمهور كبير من المتابعين يتزايد بشكل مستمر. الفكره ليست مجرد تقليد بقدر ما هي هوايه في الاقتراب من تجسيد هذه الشخصيه باحتراف وفن. عثمان احمد وطلال كراني والمزيد حول هذا العالم في هذه الفقرة. أهلا وسهلا شباب. نورينا صراحة. متحمسة كثير أعرف عن الشخصيات اللي لابسينها اليوم، ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الشخصيات عرفوني عليكم أول وعن حبكم وعشقكم لهذا الفن. أبدأ معك طلال. معكم طلال كراني، طالب جامعة الملك عبد العزيز. هوايتي يعني كانت يعني صراحة بداية السنة هذه، وصراحة ما توقعت ان الشيء ذا انه يكون مره يكون يعني تفاعل بين الجمهور الانمي وفي السعودية بالذات. وصراحة يعني كانت انطلاقة مره قوية بالنسبة لي، وصراحة انطلقت في اكثر معرض، وما شاء الله الاخوان هنا ما ساعدوني صراحة في كل شيء، فانا اشكرهم لهم في كل حاجة معي. اكيد. بالنسبة لك عثمان. عثمان احمد عثمان، تقريبا خريج إدارة موارد بشرية، لكن اخذت هذه كهواية الى مسار عملي. شتان. نعم. شتان. والله اسمعني بمقولة اللي يعني مو لازم تتخصص يعني او تشتغل على تخصصك، لكن احيانا الواحد رغباته تكون اكبر من التخصص اللي هو يبغى يسويها. بدات تقريبا في الصناعه من 2019 وبدات مره ابحر فيها واتعمق. طب خلينا نبدا معك طلال، عرفنا عن البدله والشخصيه اللي لابسها اليوم، خلينا نتكلم عنها. شخصيه انا لابسها هي من انمي ون بيس باسم بورتوكاز دي اس، والنسخه اللي انا لابسها هي نسخه عربيه، وكان في الجزيره العربيه انه لابس اللبس ذا انه خوف من الشمس والحراره ان لا يصير حرق عليه جسمه، ولكن الشخصيه هي عباره عن جسمها ناري. فما تهتم في الشيء ده، بس انه كان كشكل عربي انه يختلط بين الجماعه العربيه في نفس المسلسل. وكان اول شخصيه لي، وكان صراحه من افضل الشخصيات اللي عملتها، يعتبر التوب عندي توب نمبر 1. بس صراحه كان يعني شغله بسيط، وكل ما زاد تفاصيل زي ما تزيف السلاح، الشنطه الصغيره، الساعه اللي البوصله. الله، حبيت الساعه. وهذه عباره كلها خشب وزي اللمبه وقزاز، شيء يعني تمديك تبدع في اشياء مره كثيره في انت كلها مصممها بنفسك يعني تسويها بنفسك؟ حبيت التفاصيل. طب كلمني اكثر يعني عن هذا العالم اللي اقدر اقول بانه صار له ما شاء الله تبارك الله الاف من المعجبين. خلينا نعيش معاكم اهتماماتكم وايضا المناسبات اللي بتجمعكم لهذا العالم. هو المناسبات اللي تجمعنا زي مثلا عندك في الرياض سعودي انمي اكسبو، معرض رش، وكوميك كون، يعني معارض جدا جدا كثيره. واللي خلاني اللي كان يعني كيف نتجمع، طلب من شاش اسمه اخونا الكبير سعود الهزاني يجمعنا كل الشباب الكوسبلاير والبنات الكوسبلاير كلهم، ومن دونهم الاخ عثمان. تطلعوا فعاليات مع بعض، تجمعوا مع بعض. يعني صار نستمتع مع الجمهور، وكان يعني صراحه كان كل منطقه تفرق عن الثانيه. الرياض جماهيرها كثير، جده جماهيرها اكثر، لكن يعني الرياض دائما هي تعتبر العاصمه وكل شيء فيها، فمره الفعاليات والمناسبات بتكون هناك اكثر. جميل. طيب عثمان، يعني تقمص هذه الشخصيات كيف بيكون؟ يعني هل الاختيار اللي اقدر اقول علاقه بالشخصيه اللي تحبها اكثر، تحب انك تتقمص شخصيتها، وانت تبحث مثلا عن الشخصيه الصعبه اكثر؟ لاني ملاحظه من الماسكات هذه اللي شفتها قدامي او اقنعه الوجه اللي شفتها قدامي صعبة مرة وتفاصيلها كثير، فحكيني أكثر عنها. هو أول حاجة لو نجي نتكلم عن الكوسبلاي عموما، أول حاجة هي كلمة مشتقة من كوستوم وبلاي، معنى الزي والتنكر أو اللعب. يعني غالبا الصناعات أو الكوسبلاي عموما كل واحد دائما يعني أي شخص أو حتى يمكن أنت عندك شخصية نفسك تسويها، سواء كانت من شخصية بطولية ولا من فيلم ولا من مسلسل. فأنا يمكن أحب الأنميات لأنه الأنميات فيها شخصيات جدا كثيرة، وهذا أصلا ثقافة في اليابان. يعني اليابان جزء من ثقافتهم ترى الكوسبلاي وتقمص الشخصيات عندهم. فانا من احدى الشخصيات اللي احب اسويها مثلا زي الاخ طلال يحب يتمكيج مثلا، يستخدم هذه الشخصيه. انا ما احب المكياج، عندي مشكله مع الحلاقه. فاضطر اخذ الشخصيات اللي عندهم اقنعه.
ايوه اسهل بالنسبه لك. أيوة. مو اسهل كتقمص شخصيه يعني. كتقمص ممكن لك. أيوة. يعني ممكن مثلا التفاصيل اللي انا بسويها في الصناعه ممكن بتكون مو سهله، الوقت بياخذ اكثر، واضافه عشان نطلع ذي التفاصيل ياخذ مجهود مره كبير. يعني احيانا صح. يعني مثلا زي هذا الشعر هذا بس لحاله الاحمر ترى 15 ساعه بس عشان يتركب. والله تفاصيل كثير واضح جدا انه. أيوة. صراحه الالوان يعني هو لو قلت لك المود مثلا في اللين اي في فوم الوان اكريليك هذه انت بتسويها بنفسك؟ ايوه بنفسي. من جد؟ اي أيوة والله. انت بتصنعوا هذه الاقنعه؟ نعم. انتوا بتصنعوا كل الازياء اللي شايفينها؟ ايوه بنسويها كلها كامله. حتى اللبس هذا انا ترى مخيطه بنفسي، لانه مثلا لو جيت تشتريها جاهزه ما بيعطيك اياها بالتفاصيل، ما بيجي على جسمك، لكن انا بجيب مثلا الباترن او المقاس حقي، بروح عند الخياطه وعندي في البيت بحاول اسويها عليها، يعني زي تفاصيل الجلود مثلا اللي موجوده، التغبير اللي موجوده على الملابس، هذا الجهاز ما بيعطيك اياها، انت لازم تكوني فيها، اضافه انه المتابعه، يعني انا بشوف الشخصيه في الانمي او من الفيلم بحاول اتقمصها نفسها على الحقيقه، وغالبا انا ما اختار الشخصيات الصعبه، اختار الشخصيات اللي هيئتها ممكن تيجي على هيئتي. اللي تناسبك اكثر. نعم. طيب كلمني عن الشخصيه اللي انت لابسها اليوم، يعني تاريخها وتفاصيلها. الشخصيه هذه من انمي اسمه أكاديمية بطلي أو ماي هيرو أكاديمي بالإنجليزي، وبالياباني بوكونو هيرو أكاديمي. يتكلم عن بطل ما كان عنده قوة أصلا وأخذ قوته عن طريق بطل أقدم منه، هذه فكرة الأنمي. فهو مرة يحب يكون بطل، وسبب هذا الشكل طبعا البعض أنا بحرق عليهم أنه هي من المانجا أو زي ما يقول من القصة المصورة. أيه. بيعرض الآن في هذا الجزء، الأنمي هذا له منه 5 أو 6 أجزاء الآن، الجزء السادس قاعد يمشي حاليا. فالشخصية اللي أنا سويتها له هذا بعد ما هو عصب، لأنه أساسا هو عنده زي الهودي يلبسها زي الأرنب يعني يحب يمشي فيها، فهذا هو بعد ما عصب يعني وفك القوة الأخيرة حقه كذا يتقطع شكله وملابسه تتقطع ويصير يعني متوحش أكثر يعني حتى يصير يضارب مع زملائه في المدرسة إنهم ما ينقذوه، لأنه المهمة اللي رايح لها مرة صعبة. فألفتني يعني، ومثلا حتى هذا يكون كشخص عادي لكن عشان ينقذ ناس يقوم يفك القوة الأخيرة حقه يصير زي الحجر. أي فزي كذا يعني هذه الأقنعة خاصة بنفس الشخصية. نعم بنفس الشخصيات هم كذا أشكالهم في الأنمي يعني. وأنت ما شاء الله جسدتها به تفاصيلها بالكامل. طبعا التجسيد يعني مو بقول إنه صعب لكن في نفس الوقت ما هو سهل. أي طيب كيف ممكن مثلا طلال تستفيد من هذه الهواية، خصوصا إنك افتتحت متجر خاص فيك، فإيش بتسوي كيف بتستفيد منه؟ والله هو تستفيد منه أول شيء يعني شعبية الناس وتتعرف على ناس كثير وتستفيد من الناس منه، مثلا تلاقي ممكن واحد ما شاء الله يفيدك من ناحيه انه تلوين، يفيدك انت تتعلم منه اشياء. وبعدين قلت انا الهوايه دي عجبتني صراحه، فقلت ليه ما انشرها؟ ليه ما انشرها بطريقه صحيحه وبطريقه يعني اخلاقيه لكل الناس؟ فاحيانا زي ما تشوف برا يعني احيانا يسوي اشياء، فاحنا هنا في السعوديه بننشرها بطريقه صحيحه. مثلا نشوف الاسلحه ما تكون حاده، ما تكون ضاره، ما تكون موديل لكل الناس، الا مثلا في اوقات العروض، يعني زي مثلا تقول السينما، فلازم تكون قريبه من الحقيقيه. فندور اشياء بسيطه وتكون موفر للناس. فبرضه انا ابيع منتجاتهم الانمي مثلا ون بيس، ناروتو، اتاك اون تايتن، هذه كلها الانميات دي جدا جدا حتلاقي فيها كان الناس لو بعض الصور حتشوفيها كلنا متجمعين بالاسلحه دي، في احنا نصنعها مثلا طلب خاص احنا نسويها لهم. فالواحد بيتعلم مننا وفي نفس الوقت انه ما عنده وقت فيجي عندي في المتجر بس. طب مثلا يعني هل في منافسات او مسابقات بتصير، وكيف بيكون معيار التميز فيها؟ المسابقات في كثير جدا جدا، المنافسات صراحة جدا قوية في عالم الكوسبلاي. يعني يكون مثلا منافسات تفرق عن واحد شخص لشخص، مثلا في واحد انه يسوي الاشياء بنفسه زي ما عثمان يسوي كل شيء من الصفر، في شخص ياخذ اشياء جاهزه ما بس ممكن ياخذ جاهز ويضيف عليه اشياء، فهذا برضه ابداع. مثلا دقه الشخصيه نفسها هي نفس الانمي، جسم البني ادم نفسه، يعني حتى الجسم الشخص نفسه الحقيقي يلعب دور، واحد يروح النادي يمارس الرياضه عشان يطلع بجسم الشخصيه بالضبط، فهذا برضه من احد الاسباب انه يفوزك تكون من الافضل في الكوسبلاي. وانت بالنسبه لك يعني عثمان كيف بتحاول انك تتميز في هذا العالم؟
والله احاول ادور الشخصيات اللي ما حد مسويها واسويها. ليش؟ هذا اكثر شيء. لا يعني لانه مثلا لما نحن بتدخل معارض الانمي مثلا زي سعودي انمي اكس ولا مثلا زي معارض الالعاب حتلقي لازم في شخصيه كل الناس تسووها. يعني مثلا في شخصيات من الانمي الكل يكون مسوي زي مثلا الجوكر من فيلم باتمان كله مسوي جوكر. فغالبا انا احب اخذ كذا شخصيه نوعا ما ابغى اتميز فيها يعني عشان اجي معرض انه ما حد سواها الا مثلا انا. مثلا احيانا يصادف انه في شخص ثاني يكون سواها معايا لكن انا دائما ابحث لكن قليل يعني مو ناس كثير احاول دائما ادور شخصيات ما حد سواها. هذا غالبا يعني مثلا واحده من الشخصيات في المسابقات اللي شاركت فيها كان اسمه كريتوس من لعبه جاد اوف وار نزلت دحين اخر حاجه. طبعا سويتها لانه مواصفات الشخصيه شويه صعبه يحتاج جسم يحتاج انه يسوي ميك اب على وجهه ويمكن هذا اول مره اسوي فيها ميك اب ويحتاج كان وقتها صناعه مره سويتها حتى تقمصتها لدرجه يعني اللي حولي ما عرفوني اتفاجئوا يعني لما قلت لهم عثمان كيف عثمان وطبعا شخصيه تغيرت بالكامل يعني ايوه لانه هو شخصيه اصلا اصلع ملط ما عنده هذه اللي دقنه فانا تخيل لما احلق هذا كله كيف حتعرفي ما حد حيعرف هو هذا واضافه يعني جسمه كامل بالابيض وعنده ندبه حمراء هنا على عينه وماسك اسلحته دروعه يعني حتى واحد من الحكام نفسه كان موجود اللي هو سعود ولا هذا المفروض يسالني عن مسابق شيء جلس يطالع فيه اللي يقول لي كيف سويته ايوه فدائما انا ابحث مو على الاشياء الصعبه الاشياء اللي فيها تفاصيل زي يعني مثلا هذا لو تيجي تطالع دحين مثلا في القناع حقه من الفم مو زي اللي فوق عملية الحرق انه كانه فعلا محروق ما كانه بس خرج من قتال تفاصيل جدا كبيرة. تبارك الله انت اللي بتتقمص الشخصيات خصوصا في عالم الانمي بتهتموا كثير بالتفاصيل الصغيرة لان هذه يمكن اللي بتبرز للناس واللي الناس بيلاحظوا فيها ومهتمين بادق التفاصيل في تقمص الشخصيات فبعرف يعني اذا مثلا بتتقمصوا شخصية كم ياخذ منكم وقت ومن ايش تبداوا هل ككاركتر مثلا شخصية او مثلا ازياء او مكياج يعني انا اذا مثلا جيت اتقمص شخصية من وين البداية تكون؟ هو اول حاجه ايش الشخصيه اللي بتتقمصيها اذا كانت من الالعاب الالعاب فيها تفاصيل مخيفه فيها تفاصيل ترى اكثر من الانمي خياليه يعني غير واقعيه لا التفاصيل. مو غير تتسوى لكن تفاصيلها تخوف يعني حتى في بعض الشباب يطلعوا لك الشخصيه بس ما يقدروا يحطوا 100% حق نفس الشخصيه لانها صعبه لانه في النهايه هذه مرسومه يعني عن طريق الكمبيوتر ولا شيء وفي ناس ترى تسويها لكن يعني الكوسبلاي ما هو مكلف ماديا قد ما انه مكلف في الوقت ترى الوقت ياخذ يعني انا مثلا واحده من الاشياء اللي قلتها مثلا زي هذا الشعر 15 طب هذا الوجه لحاله اخذ مني بس 4 أيام افكر كيف اسويه ترى بس افكر عشان احاول ما اغلط الفك اللي تحت لما جيت اركبه مع اللي فوق اخذ مني قرابه 20 ساعة عشان احاول يعني الصقه في بعض اذا انت مثلا تبغى تسوي شخصيه اولا هل الشخصيه عندها دروع ولا بس لبس اذا عندها لبس بسيطه بس اذا عندها دروع لا حتتوجهي لاشياء الدروع اما تسويها عن طريقه الفوم او طريقه الفوم زي ما احنا بنسوي او اللي هو 3 دي برينتر زي السلاح حق اخونا طلال هذا 3 دي برنت بيطبعه كامل بس بيجيب لك اياه كماده خامه مجوفه انت بتلونيها بعدين. حلو طب مو سهل اني اطلب مثلا من برا اذا ما كانت بتوفر عندنا؟ الطلب موجود والاسواق موجوده تبيع لكن ما حتعطيك اياها يعني بالشكل اللي انت تبغيه، هو ممكن حتشوفيه من الصوره او انت لما تطلبيه شكله جدا ممتاز ومبهر لكن مو بالمقاس اللي تبغيه، يعني كمثال انه مثلا هذه الشخصيه ميدوريا اللبس هذا حقه موجود في كل المواقع وكله يبيعه المواقع جدا معروفه لكن ما حد بيعطيك اياها بالتفاصيل هذه لانه الواحد لما بيسوي لنفسه مو زي لما بيبيع لكميه كبيره صح أيوة. طب هل مثلا طلال عندك تحدي قادم نفسك تنفذ خصوصا كشخصيه او فكره وتحس انها صعبه والله التحديات وفي تحديات كثيرة مثلا اتقمص شخصيه واتقنها زي مثلا شخصيه ديو من جوجو هذه كان يعني خلال قبل يومين عملتها لاول مره يعني صراحه انا لازم اطلب شخصيه لازم تكون مضبوطه فان شاء الله في المستقبل شخصيات كثيره جدا واذا اتقنتها تعتبر كتحدي جديد لي كل ما جبت شخصيه تعتبر تحدي لي ولكن من اقرب شخصيه بالنسبه أقرب لك شخصية لي ممكن تحسها انت
في كثير كثير يعني في أيه. ممكن جريمجو من انمي بليتش، هيسوكا من انمي هانتر اكس هانتر او القناص بالعربي. يعني في شخصيه سريه ما احب اقولها بس ان شاء الله لما نظبطها وتعتبر اول مره اتعامل فيها بالدروع. فانا شخص ما احب الدروع، ما احب اسوي اني اخبي وجهي بالاشياء هذه. اذا كانت شخصيه فيها دروع يمديني احطها في جسمي عادي. بس كدروع انا ماني بيك فان لها. انا احب بس ان اكون قماش وزي شغل واحد اسمها سومي كوسبلاي تحب الأقمشة، فأنا أتعلم منها أشياء كثير. والأخ سعود برضه هو حق دروع، بس أنا أتعلم من الاثنين، هم اثنين قدوة في الكوسبلاي. ف يعني جدا جدا أشياء تحديات كثيرة جدا لي. نهتنا لك التوفيق فيها أكيد. وبالنسبة لك طيب عثمان، هل في تحدي جديد لشخصية حاب أنك تنفذها؟ لا والله دحين يعني ما عندي تحديات قد ما أني أحاول أنجز. دائما عندي خطة أني في كل سنة أحاول أقفل عدد معين من الشخصيات. هو في شخصيتين كانت يعني الحمد لله سويتهم، اللي هو كريتوس، وفي اللي هو مثلا من شخصيات الأبطال هذولا. لكن حاليا دحين مع إن شاء الله بداية السنة الجديدة والمعارض قاعدة تزيد، عندي كذا شخصية يعني حاب أسوي مثلا زي من أنمي ون بيس مع طلال مثلا، يمكن بيكون سوا. الله حلو. وقبلها يمكن سويت لو تعرف شخصية جون سنو من جيم اوف ثرونز. أي. ايوه سويته برضه. هذا اول لبس كنت البسه. أي. تقريبا هو كراتوس اكثر اثنين يعني جو على يعني على شكلي تقريبا. اما البقيه غالبا حاول اتخفى فيهم. طب وكيف كانت تجربتكم في معرض جده للكتاب لما شافوكم الناس؟ وزي ما شفنا في الفيديوهات الاطفال صاروا يتصوروا معاكم، عرفوا الشخصيات الموجوده، كيف كانت هذه التجربه بالنسبه لكم؟ والله تجربه حلوه، الاقبال مره كان حلو يعني من صراحة حتى من الأهالي والكبار والصغار، يعني خصوصا يعني إنه البعض يعني حتى من الكبار لما بيشوف شخصية هو قرأها أو تفرجها شافها قدامه وبيلقى يعني أحد متقمصها بصورة صحيحة، فيمكن شعور جدا حلو. حتى أنا كشخص من يجي يسألني أو حتى لما أحد يجي يتصور معي بقول له تعرف الشخصية، بيقوم يحكيني أحداثها أو سر. إيوه فأشياء جميلة والله، فعلا تجربة مرة كانت جميلة. جاي نحن لكم كل التوفيق في هذا المجال، شرفتونا ونورتونا. شكرا نورك الله يسلمك. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من فريق ساعة شباب، ومني أنا لمياء غالب كل التحية، فمان الله.